Oh, hi. نحن ندير ايس كافي باش نخرج نمشي شويه. And basically today is kind of productive. اليوم راح ندير ايس كافي بكبسوله. كاين واحد المقوله، ما عرفتش شكون مقوله ولا نصيحه، المهم سمعتها يقول لك بلي افضل انتقام انك تخدم على روحك وتوصل لواحد النقطه وين ما توليش تخمم في الانتقام. شوفوا، كاين بزاف ناس يضيعوا حياتهم غير يحوسوا على الانتقام. كاين ناس فري عايشين حياتهم باش باغ اكزومبل يقول لك، نعطيكم اكزومبل، نقولوا واحد ما عباليش ضرك انا في حياتك ولا دار لك عفسه وين صاي حبست مع هذاك الشخص، يقول لك لازمني ننجح ستاره. خلاص الحكايه تاع الانتقام هذه كانت بكري في الجاهليه، كانت هذوك تاع بكري الثار والانتقام وغيرهنيا. دونك صاير انا في 2022 كل واحد يعيش حياته. So please، إذا عندكم هذه العقلية تاع الانتقام ومنه وكنية، غير خطونا من العقلية وكنية تاع الانتقام وكاع، أوكي؟ أي كل واحد يعيش حياته. قلتو غير هي الغاشي دروك، ضرك صاي، توكل عليه ربي وصاي. عندي بزاف هاد الكابسيولا آيس كافي. أول وآخر مرة ندير كابسيولا آيس كافي.